وكيف يعالج الإسلام مشكلة البطالة التي يعاني منها الكثير من الأسر الآن؟ العمل موجود في كل مكان للحصول على الرزق. قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق عليها على الأرض الحيوانات وقبل أن يخلق بني آدم قدر في الأرض أقواتها، ثم قرر أن هذه الأقوات مقدرة محفوظة مصونة، كما قال في القرآن الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكنه قال في غير هذه السورة: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالأرض كلها مملوءة بالخير، وعلينا أن نتعاون لاستخراج هذه الكنوز عن طريق العلم. والفقر في الحقيقة ليس لنقص أو لعدم الغذاء، بل الفقر في الحقيقة فقر العقول، والواقع يؤيد ذلك. فهناك دول كانت فقيرة جدا جدا، والذهب تحت أرجلها في باطن الأرض لا يعرفونه، وبالعلم استخرج هذا الذهب وكثر العمل وسعد الناس، والله أعلم.